لمتابعة المستجدات مشاهدينا في حريق أبها يلتحق بنا مجددا من منتزه الجرة مراسل الإخباري عبد الرحمن السمير. أهلا بك عبد الرحمن من جديد في ساعتنا الثانية. عبد الرحمن، المستجدات لديك فيما يتعلق بهذا الحريق؟ نعم، مساء الخير لك أحمد، مساء الخير أيضا مشاهدي الإخبارية. مرة أخرى نتحدث حول هذا الموضوع، حول هذا الجانب، حريق منتزه المسقي الذي اتجه إلى اتجاه آخر ليتجه إلى منتزه الجرة. المهم في هذا الجانب نتحدث عن مساحة هائلة كبيرة جدا، وكما تحدثنا حول الجهود التي تستمر من قبل الجهات المعنية التي تسعى جاهدة للسيطرة على هذا الحريق، ولكن ما نؤكد أن الحريق هو بمساحة هائلة جدا، منتزهين مختلفين بعيدة عن بعضها البعض، ولكن بصلة أشجار العرعر التي تتواجد بينها انتقلت هذه الحرائق إلى الجهة الأخرى أمام هذه المناطق. الآن زميلي غازي يرصد لكم هذه المنطقة في هذه اللحظة، وهي أو بالأصح وتتوسطها عقبة مهمة جدا، وهي عقبة القرون. وكما ترون في هذه اللحظة العربات والمعدات التابعة لأمانة منطقة عسير وأيضا وزارة النقل هي تسعى جاهدة لفتح مسارات بين هذه الغابات، ساعية لتسهيل مهام رجال الدفاع المدني وأيضا متطوعون داخل هذه المناطق، ليسعون إلى فتح مسارات خاصة بين هذه الغابات وبين أشجار العرر ليتسنى لهم الوصول إلى أعلى هذه الجبال و يعني إطفاء هذه الحرائق. ولكن ما أؤكد في هذه اللحظة أن الحريق يتسع وقتا وآخر، وأيضا الرياح تشتد بين وقتا وآخر، ولكن ما نأمل في هذه اللحظات هي هطول الأمطار، وما نراه الآن أيضا من غيوم بسيطة قد تأتي لهذه المنطقة لما تعودت عليه من أمطار، نأمل بها من خلالها إلى يعني هطول الأمطار بإذن الله. أهالي هذه المنطقة وأهالي هذا المركز بالتحديد هم متأثرين بالتأكيد تجاه هذه المنطقة، ولعلي في هذه اللحظة أستضيف معي أحد أهالي هذه أو هذا المركز. حياك الله يا والد، وما تشوفون باس إن شاء الله. ودي لو نتكلم عن أهمية هذا المكان لكم، كيف أهميته بالنسبة لك؟ والله الأهمية من قديم الزمان، فهذا مرتع سياحي لنا ولجميع مواطنين المملكة العربية السعودية أولا، ونشكركم أيضا على تتبع هذا الحدث الهام. والحرائق هذه والله استمرت من قبل 30 سنة، وعلى كل حال احنا نرجو من المسؤولين أن ينظرون إلى هذه الغابات، لأني أرى كل شجرة حديقة في منزلي والله العظيم. وكانوا أهلنا وأجدادنا يحافظون على هذه التربة ببناء جدار عدم انجراف التربة، ولذلك يدل على محافظتهم لهذه الأشجار. فهذه الأشجار وهذه يرتادونها المصطافين من جميع أنحاء المملكة السعودية، من الشمال من الغرب، وكل واحد يرتاد هذه المنطقة ويشوف هذه الغابات والله إنه يرجع في أقرب لحظة، لأنها مناطق جميلة وسياحية ومنتجات، وفيها شجر العرار، وفيها يجب أن نحافظ على كل شجرة لأنها ظل ظليل، وأيضا فيها شجر الزيتون اللي نسميه العثم، وهذا الشجر ليس ملقح لكنه شجر زيتون حقيقة، وذكر في القرآن الكريم والتين والزيتون، ففيها شجر الزيتون أيضا بالإضافة إلى العرعر والطلح وأشجار كثيرة متنوعة الأشجار. خليني أسألك عن بداية هذا الحريق في هذا المركز بالتحديد، احنا رصدناه خلال الأمس في المسقي، الآن هو اتجه إلى الجرة، متى أنتم شفتوه في الجرة؟ نعم والله أنا طلعت تقريبا الساعة 10 صباحا وأتيت إلى هذا المكان وشاهدت الحريق في الجبال، وكان والله قلبي يتقطع، لأن الحريق هذا لو استمر لا سمح الله يقضي على كثير من الغابات، وإحنا نحافظ عليها ونحبها هذه المنطقة من قديم الزمان، ولذلك نرى المحافظة إحنا نحافظ عليها وجميع المواطنين أيضا يحافظون على هذه المنطقة، لأنها منطقة مثل ما تشوف سياحية وقريبة من الجرة وقريبة من الخطوط وقريبة من عقبة. خليني أسألك على مستواك أنت الشخصي، وأيضا بما أنه أنت ذكرت لي بأكثر من 40 سنة متواجد أنت في هذا المركز، إيش يعني لك هذا الجانب؟ يعني لي هذا الجانب لو لم أذهب في الأسبوع مرة أو مرتين لا أرتاح، لأن هذا الأشجار وهذا الهواء العليل يعني خلاص هذا يعني دخل في دمي وفي قلبي، فلذلك نحبها نحب من صغرنا أكثر من 50 سنة وأنا أدرس في هذه الجبال، لم يكن فيه جبل من هذه الجبال إلا ما قد مريت هذا الجبل، ونحن نحافظ عليها وأهلنا حتى يوصلنا بالمحافظة على هذه الغابات، فلذلك يعني لي الشيء الكثير، والشيء الكثير يعني ما يعني أنت تنظر إلى هذه المناظر، كيف المناظر جميلة جدا، وغابات يعني كل شجرة والله حسرة إنها تحترق أو تتلف، ولكن نعتبر قضاء الله وقدره، ونرجو من المسؤولين النظر إلى هذه المنطقة بعين الاعتبار، لأن قبل 30 عام برضه جاء حريق، ولو لم يكن هناك مطر
سبحان الله أتى مطر، وكنا خائفين على أن تزحف وتأكل الأخضر واليابس، لكن أتى مطر تقريبا الساعة 5:30 وأطفى هذه الحريق، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. بإذن الله الجهود مستمر. أنا أشوف أن الآن فيه شبه ضباب، وهذا شبه ضباب نوع من المطر، وهو يهدي الحريق ويقضي على الحريق إن شاء الله تقريبا 80%. ورجال الأمن مثل ما تشوفون هم الآن في الجبال وفي الأودية، وأيضا المتطوعين من الشباب والكبار وصوح. حتى أنا عمري في 70 سنة، والله أنا لبست الجزمة وأرجو أرغب أتطوع، لأن المحافظة على هذه البيئة، لأن ليست بيئتي شخصيا، بيئة المملكة العربية السعودية، بيئة المصائفين، بيئة المنتزهين من جميع أنحاء المملكة. ولذلك على كل حال إحنا نجب المحافظة عليها، ونرجو من المسؤولين النظر إلى هذه المناطق، لأنها مناطق سياحية ومناطق منتجهات. وحتى أني قبل 46 سنة من حبي لهذه المناطق ذكرت فيها بعض الأبيات، ولسني شاعر، لكن دخل فيها السجاع والطباق والجناش والتورية وتغزلت فيها. فلذلك قلت فيها أحد الجبال هذه، قلت إبرانا يا قمة في الأفق شامخة، قصي علي من الأخبار أحلاها، رعى الله إبرانا ومن حل بالحما، ففيها من بديع الورد أحلامه، تطل على الحقول كأنها حسناء شهران، زانتها تيجان، الحي ما بين الحقول وبينها، وفتية من حماة العرب شجعان، والجرة الخضراء تحتضن الورى، والزهر مزدهر يحذوه ريحاني، نسماتها تشفي العليل بسحرها، وعرعرها من عبير الورد نشواني، إذا نسيت فلا أنسى مرابعها، وفيها من رحيق القضب خضران. وسلامتكم سانك، وهذا ما يعكسنا اهتمامك بهذه المنطقة الجرة. سديم بظهورك، شكرا لك. الله يسلمكم، نشكركم ونشكر قناة الإخبارية التي تتبع الحدث. نعم. كل دقيقة بدقيقة، وهذا ليس مستغربا على مواطنينا وعلى موظفينا وعلى أهل الإخبارية وعلى رجال الأمن، وشكرا لكم. ونحن مستعدين بأي شيء يعني نساعدكم، حتى لو بكلمة طيبة، ونعرفكم على هذه المناطق، وشكرا. إذن أحمد، أيضا مشاهدي الإخبار الكرام، هذا ما نعكسه من أرض المواقع، أيضا ردود فعل أهالي هذه المنطقة، وهذا ما جعلنا نتواجد. بإذن الله خلال الساعات القادمة سنتحدث عن كل الأحداث التي ستكون بإذن الله، وكل مستجدات هذا الحريق بإذن الله. عبد الرحمن، الساعات القادمة أن تخرج تبشرنا بإخماد الحريق تماما، ودعواتنا لرجال الدفاع المدني وكل أيضا رجال الأمن الذين يقومون بمحاولة السيطرة على هذا الحريق، وكذلك المواطنين. شكرا لك عبد الرحمن سمير.